يا حسين اللي يبغى يشتري اغراض روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج الرابط في الوصف والكريدت عندي مرخص من اللعبه فاي احد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3% الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم ايبك جيمز بلاي ستيشن اكس بوكس يعطيكم العافيه الرابط في الوصف. السلام عليكم يا جبتكم مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج اخيرا الحمد لله يعني رجعنا وكذا فقبل ما ابدا المقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات وكود ايتم شوب في اس ال وكود روكت ليج اكسشينج اللي هو اهم شيء في اس ال فليشتري من روكت ليج اكسشينج كود في اس ال ارسل على انستغرام باذن الله بختار كم واحد يعني احتمال اني ارجع لك المبلغ اللي شريت فيه كذا تكون كسبان واحتمال تكون نص السعر. خلونا ندخل اليوم بنلعب بالبريك اوت ادري اني قد لعبت فيها لكن ما اعطيته حقه الامانه وكان يعني اللعب مو بالمستوى اللي تمنيته كومب 2v2 تشامبيون 1 انا حاليا ديفجن 3 بسم الله وعلى بركه الله الحين ندخل كوم 2v2 تشامبيون 1 ديفجن 3 بسم الله انا احس اني ظالم البريك اوت ما اعطيته حقه الامانه فنجرب الحين شوف كيف اللعب فيها وزي كذا ومنها ان نجرب نسوي جمب ريست نجرب هالجيم او هالجيم يلا يا رب يلا يا ربي انا متفائل والله متفائل يعني ان شاء الله ان شاء الله جيم حلوه ان شاء الله لا 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 خوي لا ايش هذا اوكي طيب الكرة ايش ذا توني اقوم متفائل وما ادري ايش طم القهر لا 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 يا حسين اوكي يا صوت ريسيف والله طبيعي لك والله ما معي بوست يخوي تكفى اوه ماي جاد ان شاء الله لك يا خوي قولك تكفى هبلي والله كذب اقسم بالله كذب مو طبيعي ترى هدف يا ساتر يا الله وش ذا الكوره تتمطط يا طار معي طار معي طار معي خوينا ان شاء الله يمديه ان شاء الله يمديه اخ يوه والله قادت حلو حلو قولك والله انه قولك عاد تكفى تضيعها كريت باس يا شيخ وين مستعجل مره الله هدي يعني ما ادري اي شوت اي تكفى يا الله لا تكفى لا 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 يا الله يا الحظ يا ساتر الكذب هذا وين هجت فيه شوي تكفى شوت نو شوت وش صار والله يبغى تخرب عليه والله العظيم انا قلت خلاص تلمس الارض حقد 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 المبنك تكفى تكفى اوكي كلاس 1 لا تكفى لا لا يا خوي لا تكفى خوي والله ولا بوست ولا شيء اوكي اوكي انا ما ادري ايش حظي انا هذا اقسم بالله ان حظي خايس اوكي هذا جراند تشامبيون تكفى شوت لا يا خوي امشي تكفى يسار يا الله البطء اللي فيه ذا والله بطيء بطيء خوينا مره ويشطف ما ادري ايش اسوي نايس تكفى ايه شيخي اخيرا اخيرا يا رجل والله ضدنا جراند وش جابه جابك انت الله اخ كان ودي ان اصدمه وات اوكي اعطاني الكوره كذا شكلها شوته بس تكفى تكفى يمين يمين يبعد ولا في شكلك
شوتك مشوت. نايس شوت. اكفى من اول تكفى. والله هو اسست. انا ما ادري خوينا وش يبغى بالضبط. خوينا يلاحق الحين ليش؟ سؤال اقسم بالله اني مربكني، لا طقيت كوره ولا سويت شيء، بس اوكي. لك يا خوي. والله لا تضيعها. يا الله ينرفزه. والله لازم ارجعنا. 3-2 النتيجة ما تطمن ابد. الله. القم انت وياه القم. قهرني خوينا قهرني. اعوذ بالله. تكفى شوت. بلك. اوكي. يوه يسام. خاطرت فيها تركت الكرة بس صديتها. صديتها. يا ساتر الكيف. نايس. ثانكس يا سادر. في مزح. القهر كله طلع ذا الجيم. اللقطة. يا عيني يا شيخ وش تاني انا؟ انا مين؟ يا ساتر. والله اني خفت اضيع هذه قسم بالله. الحمد لله يا رب يستمر اللعبة الى النهاية كذا يا رب. ما تكفى. اخ القهر. والله لمستها بس لمسه خفيفه. يا ساتر الكيك اوف تعبان خوينا. اوكي اربك الخصم. يا ساتر لو جت. اوه والله كادت. يا خوي حرام عليك. ما ادري طقيتها ولا خليتني اطقه ولا سويت شيء. ما اقدر اسوي شيء والله ما اقدر. خوينا قاعد ينط نطات غبيه ما ادري ليش. شوف الخشه حقته. ايش النطه هذه؟ ما ادري ايش يسمونها. وكذا انشبت في العرض. والله كادت ان التفجير يجي بس هجت شوي. يا عيني كلوز. يا عيني النشبه يا خوي. نايس شوت. والله نايس شوت. الله خوينا في ذي اللقطة ما قصر ابدا. نشبله منشبه يا ساتر. تكفى روح. ايوه اعطى اعطى خير يا عيني. والله ضبطتها له. كيكف ممتاز ممتاز. اخذ البوس. لا شلون ملمستها. الله ياخذ الفلسفة يا شيخ. يوه يوه يوه. والله حرام كانت حلوة. كان جاي اسوي جنب ريست، كان جاي اسوي اي شيء، كذا قلت لا بلمسها لمسه خفيفه عشان اجيب هدف. القهر. هدف عارضه. نايس شوت. الله العظيم خوي. نايس نايس. يعني صح انك ما ادري ايش سويت في البدايه بس الحمد لله. يو يو يو. يا ساتر والله قمت اطقطق. طلعوا. والله محقكم ذا الجيم صراحه. يا ساتر. نايس نايس نايس. مدري يسوي اكس داس. سلامي. لا يداسنا والله ما يداسنا بس. يا ساتر الحظ. يو لو جت. يا ساتر والله قهر ما تجي. مديك مديك خوي. لا تطير لا تطير لا تطير لا تطير. اوكي. اعوذ بالله. اوكي تكفى. يا الله الله تعبنا. الله تعبنا حاشرينهم بس قهر. اشوت. يا ساتر والله خطرت فيها خوينا كان متفجر. هو المفروض اني ادافع. خوينا ما تسوى هنا نط نط غبيه كانت سهله.
تكفى. ايه نشوت يا عيني يا شيخ. الخم الخصم الخمه لك يا خوي والله لك لك تكفى. لا حرام عليك. يو تكفى خوي حرام. الله فرص قاعد خوينا وش جايك تكفى. الحمد لله نضعت. يا ساتر يا الله تكفى. العب يمين والله عادي. اوكي الله يخش خشة. اوكي ما ادري وش استهتر فيه بذي اللحظة. راح من الجنب اللي وشو شو الكرة غريبة 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 مرة. انا ببثرهم والله والله ببثرهم. انزلي الله الحمد لله. ناخذ البوستر عندهم. تكفى خوي. اوكي نايس شوت. طم نرفزه. اوه بس هذا كان مقطع اليوم. مندليستي روب بريك اوت كل شيء. فالمقطع الجاي ان شاء الله بيكون من الصفر وبس. هذا كان مقطع اليوم. حبينا نغير من الصفر شوي نلعب بالحساب الاساسي. انا ما ادري ايش قلت من الصفر بداية والله اني ترى ناسي. كذا من باب التغيير نلعب الحساب الرئيسي وبعدين نلعب من الصفر في المقطع الجاي باذن الله. العافيه ونراكم على خير في امان الله. السلام عليكم.